ده برضو بيخليني يعني كلام حضرتك بالنسبة لي مزيكا ربنا ممتع يخليك. حقيقي أشكرك يعني. أشكرك ويبقى يعني يا بختهم الطلبة بتوعك بصراحة. أشكرك أشكرك. الجلسة بقى اللي حضرتك هتشارك فيها هتبقى عنوانها ايه، ومشاركتك هتبقى في اي اطار؟ لان انا في دماغي هيبقى سؤال، احنا كمان يعني في النهاية خلص احنا بنتأثر بكل اللي بيحصل بالكوكب، اكيد ومش هينفع نبقى قاعدين بمعزل عنه. لا يعني احنا مش مع... بالعكس. لكن برضه هيبقى من ضمن الأسئلة، وما هي التوقعات بالنسبة للمنطقة بتاعتنا سواء إذا كانت مصر أو الساحل الجنوبي للبحر المتوسط؟ تمام. طيب خليني أقول لحضرتك طبعا على منتدى الشباب اللي احنا موجودين طبعا في المدينة الساحرة مدينة شرم الشيخ، وأنا في منتهى السعادة لأن أنا لما باجي مصر يعني أنا دايما ببقى مزنوق في اسكندرية وفي القاهرة، لكن لما بتيجي فرصة أن أنا أكون موجود في شرم الشيخ طبعا أنا بسعد أن أنا أكون في مكان بالشكل ده. أنا سعيد طبعا جدا بالمنتدى أن هو راجع مرة أخرى الحمد لله، الحمد لله. طبعا في ظل الإجراءات الاحترازية اللي احنا شايفينها إلى حد كبير، فإن شاء الله يمر على بسلام. فرصة جميلة جدا طبعا للشباب ان هو يعني ايه بيورينا قد ايه بيتم تمكين الشباب ان هم يتكلموا في جميع القضايا. من ضمن القضايا او المحاور اللي هتطرح في الجلسات الرئيسية في المنتدى هيكون في جلسة متعلقة بالتغيرات المناخية او from Glasgow to COP 26، اللي هو حضرتك عارف ان مصر هي الدولة المستضيفة للكوب القادم إن شاء الله بنهاية العام 2022، وده طبعا حدث عالمي، ويعني انا بحيي طبعا الدولة المصرية ان احنا عندنا السبق ده او ان احنا ان شاء الله هنعمل هوستنج للكوب، ودي حاجة ممتازة جدا. الجلسة الأخرى اللي أنا إن شاء الله هتشرف بمشاركتي فيها هي الجلسة المتعلقة بالأمن المائي. إحنا هنتكلم على الريسبونسبيليتي أو الجلوبال ريسبونسبيليتي، المسؤولية الدولية for water security، إن أنا إزاي أأمن المية. يبقى إحنا عايزين نتكلم على أمان المورد المائي اللي هو مورد الحياة للعالم كله، ولكن عايزين نتكلم عليها من وجهة نظر الريسبونسبيليتي المسؤولية. فأنا هتكون مشاركتي طبعا مع معالي الوزير الدكتور محمد عضلاتي اللي أنا هأشرف أكون معاه في الجلسة، وطبعا صديقي العزيز الدكتور هاني سويلم هيكون متواجد برضو في الجلسة، وآخرين هيكونوا موجودين معنا إن شاء الله. فأنا هقدم رؤية على التغيرات المناخية وعلاقتها بالموارد المائية، وهبتدي أتكلم على ما يسمى بالجيو سبيشال انتليجنس، إزاي أن أنا أقدر أستخدم نظم علوم الأرض، إزاي أقدر أستخدم الاستشعار عن بعد، الأقمار الصناعية المختلفة، عمليات النمزجة، عمليات الـ AI والارتفيشال انتليجنس، إن أنا أعمل إيه بقى؟ إن أنا أبتدي أتعامل برشد مع المية، أتعامل بطريقة رشيدة جدا، إن أنا إزاي أعرف كميات المية المحددة أو المستخدمة. في تقنيات ممتازة جدا، تقنيات استشعار عن بعد تقدر تخليك تبقى in control، انت حضرتك متحكم في كمية المية المحددة. لما الدكتور عبد العاطي بيتكلم في الحوارات بتاعته بيقول احنا بنحسب العملية بالقطرة، هو على فكرة مش بيهول، هو بيتكلم حقيقة، لان احنا دولة عندنا water scarcity، احنا عندنا مشكلة في المية، لازم الناس تبقى عارفة الموضوع ده. فاحنا يعني النقطة هتفرق معنا، فاحنا هنتكلم ان شاء الله عن بعض التقنيات الحديثة اللي ازاي ان انا اقدر احسب حاجات مهمة جدا في الواتر يوز افشنسي، في الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتعلقة بالزراعة. أنا عندي أهم مورد، أهم سيكتور أو أهم قطاع بيستفيد جدا من المية الفريش واتر هو الزراعة. فأنا لو أنا استخدمت المية بطريقة رشيدة في الزراعة هيبقى الوضع أفضل على مستوى العالم كله. فهو ده الهدف من الجلسة إن شاء الله، وده هتكون المشاركة بتاعتي طبعا في رؤية التغيرات المناخية بإذن الله.